بنتي اختصبت من طرف اجنبي فرنسي الجنسيه. عندنا نسيبتنا سلوى القباج قالت لي باش غندير ماكدو مع اختها وهي كتاجر في الدريات الصغار من سن عام ونص حتى 10 سنين وكيعطى واحد المبلغ مادي. وانا قالت لي غندي بنتك الماكدو عطيتها ليها ودرت فيها الثقه ومن بعد اكتشفت بانها كديها لهذاك الفرنسي وكيعطى واحد القدر مالي وكدير بهم الكاسيطات وبنتي عندها 6 سنين كيعطيها قدر مالي وكي قدر مالي كيعطيهم لهذيك اللي كديها اللي كتاجر فيها عصابه ديال التجاره في البنات وكيبدا من عام ونص حتى ل 10 سنين كيدير بهم الكاسيطات يعني كيبدا بالبنات من عام من ونص من عام ونص حتى ل 10 سنين كيدير بهم الكاسيطات ديال بحال هادشي البورنو مثلا كيدير بهم هذيك الكاسيطات فهمتي. ومن اللي اكتشفت داكشي مشيت للقضاء وهذا ودابا هما مشدودين عامين وتسع شهور هذا وانا مخلوعه عامل الحكم. وبنتك انت يعني وبنتي انا خرجت من المدرسه واش كاين كاين بالتلبيه ولا كان يعني كان في قضيه الاغتصاب؟ لا وصل الاغتصاب اغتصاب وافلام هذوك الافلام شفتيهم؟ لا ما شفتهمش ولكن شافهم البوليس فهمتي وهذا وانا دابا الخوف اللي خايفه هي الحكم يكون واش الحكم ابتدائي ولا دابا لا جنائي الحكم الجنائي شحال عطاو قلتي في باقي ما عطاوش باقي ما عطاوش باقي يلاه نهار الثلاث غادي تحكم نهار الثلاث يتحكموا هما جوج مغربيات والفرنسي وداك الفرنسي والفرنسي ديجا محكوم ب 13 سنه حبس النافذه في على حساب هاد الاغتصاب في فرنسا مختص ببنت اختو ومختص ببنته يمكن ولا مع بنت اختو محكوم وجا لهنا هرب من العداله ديال فرنسا وجا لهنا سكن في بوردو وتلاقى مع هادو اللي كيتاجروا معاه وبداو كيديو ليه البنات بلا حشمه بلا حياه. وبنتك دابا قلتي خرجت من القرايه؟ بنتي خرجت من القرايه ولات كتبول تحس منها الا ما عنقاتنيش ما كتنعش تحرمت من الطفوله ديالها تحرمت من اللعب تحرمت من بحال ميزه بحال مس. هادشي قلتي هنا وقع في كازا وسط وقع في كازا في المدينه القديمه ضرب جرعه